تصنيف هذا التراث يعني دل على المجهود الكبير اللي تقدمت به واللي قدمته الجمعية وكذلك الأستاذة الباحثة اللي سهرات يعني على المساهمة في إنجاح وإخراج هذا التراث للعلن باش يكتشفه الناس أجمعين. حضور الكريم والسيدات والسادة، غادي نغوصوا أكثر في هذا التراث ديالنا ونحاول نديروا مقارنة بين الماضي والحاضر. تحت الثقة ديالكم حضور الكريم كنادي على الأستاذة أمينة إليلو مهتمة بالتراث الروداني، تلتحق بنا تحت الثقة ديالكم. أستاذة أمينة كنشكرك أول حاجة على الحضور ديالك معنا والمساهمة ديالك إن شاء الله وكنوجه التحية والتصفيقات كذلك على الأستاذ حسن نصيري. سقول يا أستاذ حسن ممثل مختبر البحث في اللغات والتواصل. إذن غادي نخلي الأستاذ حاضر معنا والأستاذ كذلك، غادي نقدم لكم ميكروفون تعطينا مقارنة وكذلك يعني دلالات بين الماضي والحاضر فيما يخص تمصريت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء نتقدم بالشكر الجزيل للأخت هند الحسيني على الدعوة ولجمعية بحير الدنيا، اللي كنتمنوا لهم كل توفيق ومزيد إن شاء الله من العطاء والمزيد من إحياء التراث الروداني. قالت الأخت ريدة تراجع شي شوية وتنضطر، وبغينا هاد الشباب اللي حاضرين معنا إن شاء الله باش يجددوا ويعاودوا يجددوا باش يحيوا هاد التراث اللي عاشوه الأجداد والوالدين وعشناه حنا ونحن صغار، وبغينا الأبناء ديالنا إن شاء الله اللي شفتهم. إذن إن شاء الله كنبارك لكم العواشر جميعا اللي هو رمضان المبارك، نسأل الله يرزقنا الصيام ديالو والقيام على التمام والكمال. كما كنبارك لكم هذه الجلسة اللي هي جلسة نادرة اللي غادي من خلالها نتكلموا على واحد الموضوع مهم في الحياة ديال الرودانيين بل في حياة التراث ديال المغاربة ككل، وهو هذا الموسم اللي هو كيتعتبر عندنا موسم تمصريت. واخترت تمصريت بين الأمس واليوم. تمصريت هي الأصل فيها هي موسم الدين، الناس كيعرفوش شنو هو تيسحبهم تمصريت غير موسم كيجيو صافي فيه التجارة وكذا وكذا، بل هو موسم ديني ويخص خاص بالنساء ويرجع إلى عهد بن الوقاد، وهو اللي معروف عندنا في تردان سيدي عباس المساني، وهو سميته سيدي أحمد بن محمد التلمساني بن الوقاد. كان إماما وخطيبا ومفتيا بهذا المسجد الأعظم، المسجد الكبير ديالنا اللي هو جامع كبير. هذا الرجل الله تعالى سخره باش يكون عنده كل شيء هذه المهام في هذا المسجد. أش من قرن؟ في القرن التاسع الهجري، يعني زمان حنا في القرن 14 هو راه التاسع الهجري، فاش كان هذا الرجل عنده هذا الطريح ديالو اللي كيفصل بينه وبين هذا الحائط، وهو اللي كيسمى تمصريت. وتمصريت هي واحد الكلمه امازيغيه في الشلحه، كنا راه شلوح، تمصريت هي المصريه، يعني شي حاجه مرتفعه، البيت العلوي، كنقولوا طلعت المصريه مشات المصريه، هي بيت بن المقاد. وكانت فيه واحد المدرسه، مدرسه تهتم بالمديح والسماع وصحيح البخاري، يعني وكان تيستفد فيها الرجال وحتى النساء، كان لهم واحد الحظ، ومنهم هذوك النساء اللي كانوا في مدرسه ابن الوقاد هنا في الضريح كيختموا صحيح البخاري، يعني كيبداو السنه كلها سنه كامله ونهار يوم 15 في رمضان كيتختم صحيح البخاري بالحفظ متنا وسندا وبالشرح وكل شيء. والمراه لها حظ، المراه الرودانيه كان لها حظ كبير في هذا العلم اللي هو ختم صحيح البخاري. وكان الفقيه الجليل بن الوقاد اللي هو سيدي عباس التلمساني كيدير لهم الحفل ديالهم بحال تتويج دوك النساء اللي استطاعوا باش يختموا هذاك صحيح البخاري في طيله السنه، كيتوج لهم الحفل بهذاك الحفل اللي كان تيكون في تمصريت اللي هي المصريه هنايا اللي هي الدار ديالو في الباحه. داك المراح ديالو هو فاش كان تيكون هذا الحفل، هذا الحفل اللي تشكل باش كانوا تيتوجوا النساء فيه، يعني بحال نقولوا حنا كيشدوا الشواهد وتعطى لهم الجوائز ديالهم، انهم كانوا كيعرضوا المنتوجات ديالهم اللي كيديروها النساء،
منتوجات ديال اليدويه اللي كيخدموا فيها النساء فيها. اول حاجه هي الطين، والتي تهم المراه، تهم المراه في كل شيء، في المطبخ ديالها، في التزيين ديالها، في كل شيء. هادشي اللي كنتيكون وكنتيكون فيه الحياكه، الحيك حتى هو كيتعرض. اللي كانوا الناس يديروا ديك ساعه النساء الصوف كيغزلوها وكذا، وكيديروا منها الكسا، ويديروا منها المسائل اللي كيستعملوها النساء والرجال في اللباس ديالهم. وكانت تتعرض فيه كي قلنا الاواني طين فقط، طين، ولكن في الامس كان هكا هو تمصر تعرضوا لاواني ديال الطين اللي هي معروفه عندنا، طواجان اللي هي المجمر اللي هي القصاعي الغرارف، داكشي اللي معروف عندنا ديال الطين. وكانت الفتاه الصغيره منذ زمن بن قد لها حظ في هذا الموسم، يعني انها حتى هي لها الحظ ديالها في هذا الموسم، باش انها كانت تعرض شي حاجات صغيورين خاصين بالفتيات. شنو هما؟ طويجينات صغيورين وواحد المجمر اللي اي ام كتشري داك الطويجين وكتحتفظ به من داك الوقت، من 15 في رمضان، يعني يوم النصف من رمضان كتحتفظ به حتى نهار ثلاث ايام ديال العيد الكبير، فاش تقسم الاضحيه باش تطيب واحد الوجبه. الناس اللي روادنا وعاقلين عليها مشات هذه الوجبه سميتها تبكنا، وكتحضرها هذيك الصغيره، كتحضرها بالحضور ديال امها، وتبكنا باللهجه الامازيغيه كتعني الطعام اصبح جاهز لك الام، تيتقال لها الطعام اصبح لك جاهز، ما كاين مازال ما تعياه، هذه ما تعبي، عندك العزبه زعما اللي توجد لك الماكله. ديك تبكنا اللي هي كتكون في ذاك الطويجين الصغير، وكتحضر هذيك الصغيره بتوجيه الام بطبيعه الحال، اللي كيكون فيها حتى واحد الشكل باش ان ديك البنيه كتبدا توجد انها في المستقبل غادي تكون حتى هي واحد النهار امراه، والثاني واحد النهار غادي تكون تهتم بالطبخ وكذا. وكيخص الناس ياكلوا من وتعب الدار اللي هو الاب والام والاخوه، ويشكروا ديك تبكنا. وتبكنا كي قلت لكم بالامازيغيه هي الطعام اصبح جاهز، يعني عندك العزبه وما يعيبوه، خصهم ولو يكون كيما يكون، لان كيكون هذاك فيه واحد الشجيع وتحفيز لهذيك الفتاه اللي بتكون ان شاء الله في الغد واحد الام، واحد الانسان اللي عندها مسؤوليه وعندها حتى هي ان شاء الله اطفال ديالها الى غير ذلك. اذا هذا الوجبه تماما، هذه الوجبه بدات تنضطر، ما بقاوش النساء تيشدوا ديك الطويجنه، لان علاش؟ تمصريت في الامس هكا كان، اليوم دخلوها الاواني في البلاستيك اللي هي داك الشيء اللي كيشريو البنيات، ما بقاش ما تدير البنيه ديك تباكنا، بل مشات كاع قليل اللي باقي تيعرف اشنا هي تباكنا في المجتمع الردان. اذا بغينا حنا هاد الشباب يعاودوا يحيوا هاد التراث ويعاودوا يجددوا هاد الموسم ويعطوه الحق ديالو كما هو. اللي قلنا انه موسم ديني اكثر مما هو موسم تجاري كما تنعرفوه دابا. هذا الموسم اللي كان خاص قلنا بالنساء، وكانوا كيعرضوا كي قلت لكم في الباحه ديال الضريح هذوك المنتوجات وتيشريوهم. من بعد توسع الموسم، خرج على باحه الضريح وتوسع سيدي حسين، وبقى محافظ شويه شويه شويه، وكانوا كيقولوا ما يدخلوش شريه الرجال. علاش؟ لانه بحال تقولي هذاك تكريم للمراه، انها هي عندها الحق دابا بالحريه ديالتها تشري اللي بغات، تعرض اللي بغات، دير كل شيء في هذاك النهار بالضبط، تتويجا لهذاك الفلاح ديالها وذاك النجاح اللي وصلت ليه انها تختم صحيح البخاري. قلنا بان هذا الموسم تيرجع لتمصريت، هي المصريه كي قلنا ان هذا الموسم اللي زاد الزمان شي شويه، خرج الباحه ولكن دخلوا ليه اواني البلاستيك، دخلوا الاثواب، دخلوا الافريشه، دخلت شي حاجه اللي هي ما بقاش عاتيه داك الطابع الحقيقي للموسم اللي هو يتعرضوا فيه الاواني ديال الفخار، الاواني اللي تهموا المراه، تهموا المراه في جميع الحياه ديالها، حتى قلنا التزيين اللي كان تيتعرض فيه السواك اللي كان معروف، والكحل، وشي حاجات اللي هي الحنه اللي هي شي حاجه اللي كتهم المراه في التزيين ديالها. اذا قلنا الموسم اللي خرج على الباحه زاد شويه في اسمه، اليوم اصبح كاع الموسم مشى من الباحه، مشى من كل شيء، يعني اصبح خرج لبرا وما بقاش عنده ذاك الطابع وذاك الشكل باش خصو يكون.
يعني صبح فيه نوع من شي حاجات اللي دخلت وما بقاش داك التراث الاصلي اللي كنعرفوه في الموسم ديال طمسريط اللي هو موسم الله تعالى خص به بالضبط مدينه تربدان. حنا المدينه ديالنا بوحدها اللي كيكون في هذا الموسم وبالضبط في شهر رمضان وموسم نسائي خاص بالمراه. يعني كاينين مواسم بزاف اللي لا تعلات الى غير ذلك، ولكن هذا الموسم هو تيكون في يوم رمضان وكيكون فيه شي حاجات اللي هي دوك الفكرات اللي كنقول لهم حنا كاينين بالنصريات ومن منذ عهد بني القد والنساء كيكونوا بهذاك الشكل تيديروا ديك الوظيفه كما تقول لك الوظيفه، يعني الوظيفه اللي هي عباره عن تهليل وتسبيح وقراءه لسورة الإخلاص إلى غير ذلك. الوظيفة اللي كانوا تيجوا النساء أخرين من بلدان أخرى قريبة لنا اللي هي مسكينة اللي هي يتملون اللي هما كيجوا حتى هما كيكون لهم الحق ديالهم باش يديروا هذيك الوظيفة اللي كتكون تقريبا من اليوم واحد رمضان 13 من 13 اللي اسمه كيكون بشكل خوف هي حتى انه ليله العيد راه كيكون وقوفا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاه على سيدنا محمد الى غيره. ذلك من الامور اللي هي بغينها باقي يحتفظوا عليها النساء اللي هي هذيك الوظيفه تاعت اللي كنقولوا حنا الفقيرات اللي هي راه نساء نيتهم وشابات، ولكن هذا مصطلح اعتاده الناس على انهم يقولوا الفقيرات. كاينين ان ديك الساعات في ذاك العهد الاول كانوا النساء بزاف اللي كان لهم الحق يخرجوا ويجلسوا ديك المده على البيوت ديالهم ونساء كبيرات في السن يعني عندهم مسؤوليه، داكشي علاش بقاو تقولي لهم الفقيرات. دابا ملي دخل الحمد لله كلشي خرج ولا الحق عند الشابات حتى هما حتى انهم الحمد لله يديروا هذا الشكل من الامداح اللي هي قلنا الوظيفه اللي هي كان نعاود نقول ثاني ان شاء الله باش يحافظوا عليها بهذاك الشكل التقليدي باللباس الرداني اللي هو ليزار اللي هو كيكون بزرق ولا بالكحل اللي هو كانوا الناس تاع الحي كيديروه اللي بغينا باش يحيا هذا التراث ثاني ويعاود ان شاء الله يتواصل ويكون الموسم يتعطى ليه الحق ديالو اللي هو من الاول تاسس عليه اللي قلنا انه موسم ديني نسائي له واحد العلاقه كبيره بما يخص الشهر العظيم اللي هو شهر رمضان. ونسال الله تبارك وتعالى ان شاء الله التوفيق للجميع وكنشكروا نعاود نجد الشكر الاخت هند والحجه ان شاء الله الضاويه بالضليطه هي الله يوفقها ان شاء الله الخير وكيسهروا جميعا على باش البلاد تبقى محتفظة على التراث ديالها. اذا لكل التوفيق لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.